مواطنة الفاعلة، ده اللي احنا عايزينه عشان حتى نساهم في البناء والتغيير الإيجابي في مجتمعاتنا المحلية بالأجندات الوطنية. الحاجة الثانية انه كشفية يجب ان توفر فرص للتعامل والاتصال المباشر مع الطبيعة، بعد كده المشاركة بأنشطة تركز على البيئة من خلال البرامج الكشفية التربوية للأفراد والمجتمع وتعكس روح الوعد والقانون الكشفيين، لأنه احنا أي حاجة بعيدة عن الإطار بتاع الروح بتاع الوعد والقانون الكشفيين لا تعتبر كشفية، وإذا نفذ بالطريقة الكشفية يكون ده عز الطلب. ده بالنسبة للأسس. كده الأسس واضحة؟ تمام. نجي بعد كده بعد الأسس في الأغراض. احنا قلنا الجزء بتاع المتعلق بالبيئة، البيئة كنز، حاجات اللي هو الفرز الأول اللي بنستفيد منه هنتبسط منه، الفرز الثاني اللي هو الويست بتاعه برضو ممكن نستفيد منه ويجيب موارد ويجيب أشياء ويجيب يعني طاقة، لأن احنا برضو لو نفس الحاجات دي حتى المخلفات دي لو وظفت صح ممكن تجيب ميسان وتجيب أشياء، ممكن نولد منها كهرباء، ممكن نطهو منها، ممكن نعمل أشياء تانية. الأغراض هي إنه نحدد القضايا البيئية الرئيسية اللي بتواجهنا في عالم اليوم، لأنه إحنا لو ما حددنا إذا لم تكن محدد سوف تكون كالذي يسبح في محيط. الشيء الثاني التركيز على الموضوعات والقضايا التي يمكن الحركة التعامل معها، لأنه إحنا لما الآن جينا قلنا نتكلم عن الكشفية والتدوير وبالنسبة للتعامل مع المخلفات ده شيء إحنا نستطيع أن نتعامل معه. ما معنى كده انك تشليك بوجه بتاعت مثلا قمامه ولاف وطالع نازل، كلها اعمال شريفه واعمال قويه وناجحه، لكن انت لو اتعاملت مع مخلفاتك صح بتقلل البوجه الكبيره الشايله المواطن المسكين اللي شغال عشان ما يخدمك ويساعدك. وما حك جلدك تولى انت جميع امرك. طيب بعد كده نجي نشوف انه نمره ثلاثه انه ان يسعى الكشاف نحو عالم، ده برضه جزء من الاغراض، عالم يتوفر فيه شنو؟ هواء وماء نقيان. لأن انت لما تجي اوف 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 في غرفة مقفولة معناه كده تلوثت الجو العام بتاع حولك، مش درجة نفسك، درجة الآخرين اللي معاك. بالتالي الكشاف يوفر هواء وماء نقي للبشر وكافة أنظمة الطبيعة، لأنه انت حتى لو لوثت ما حولك ما معنى كده انك انت درجة البشر بس، لأنه احنا قلنا قبل بالنسبة للتلوث انه تغيير غير مطلوب، ممكن حتى الحيوانات والنباتات ممكن تتاثر وتتضرر من ممارسات الانسان. انه برضو عالم يكون فيه يكون العالم ده موطن طبيعي مناسب ملبي للاحتياجات الاساسيه، وهذا العالم يعني المخاطر تحت المصادر الضارة فيه برضو من البشر أو على البيئة دي كلها برضو تتلاشى، وبرضو عالم يطبق أنسب وأفضل ممارسات والتطبيقات البيئية، وهذا العالم في النهاية يكون الأفراد فيه مستعدون للتعامل والاستجابة في حالة الأزمات والكوارث اللي أصبحت الآن كثيرة جدا سواء كان طبيعية أو من صنع الإنسان، يجب أن نتعامل معها بحصافة ويكون هنالك ممارسات أفضل للحد من مخاطر الكوارث. وده سيستم جديد هتسمعوا في 2015 السنة الجاية دي يا جماعة، في حاجات كثيرة جدا بالإضافة للقصة بتاعت نهاية الـ MDG وبداية الـ MDG بلس 10، هيكون فيها نهاية الإطار بتاع اتفاقية هيوغو. اتفاقية هيوغو دي اتفاقية اتوقعت برضو في اليابان وحتنتهي، وحيشوفوا ما هي الممارسات الافضل للحد من مخاطر الكوارث ويتدارسوا الفاتت، وحيعملوا هيوغو بلس 10 او هيوغو بلس 20. لازم نكون صاحين ليه، ولازم يكون الكشافه عندها برضه بصمه قويه فيها، لانه انتم اشتغلتوا كثير جدا في الجانب ده وشفنا انجازات ضخمه جدا وممتازه جدا جدا وباجندات وطنيه خالصه من دون اي مشاكل من دون اي سياسه. عشان كده احنا عايزين نحاول ننمي اشياءنا الايجابيه عشان في النهايه لما نعكسها في المؤتمرات العالميه دي بيكون الكشافه افادت الاخرين بانه هذه الاشياء يمكن ان تطبق باجندات وطنيه خالصه وبصوره ممتازه. اطار العمل بيعتمد على الاسس والاغراض، ويمكن للجمعيات الوطنيه الاستعانه به كاداه، وبرضه بيعطي صوره واضحه للشارع العالميه للكشفيه والطبيعه والبيئه. نجي نشوف الناس بتطالبنا بالغسكلة وبالأشياء دي. طبعا أنا غيرت السيستم بتاع السيشن،
اذا كنتوا فوق في مركز التدريب كنتوا حتكونوا مجموعات وحنشتغل. انا حسي ركزت حادي جرعات مع بعض لانه انا متاكد انه في متسع من الوقت في على الطبيعه وغيره ممكن نحاول نعمل اشياء ثانيه، ولكن الان دي فرصه انه الواحد يدي الدوس تحت الاشياء دي لانه اوريدي كلكم انتم يعني خبراء وعلماء فيها واحنا عايزين نستفيد من بعض. من الاشياء اللي بتعمل لخبطه الان مفروض انه اذا حتى قلنا نجي نعمم اذا كان على مستوى الشارع او على مستوى البيت، احنا عندنا الان دي ثلاثه الوان، هل دي ثابته في الفصل الثلاثه الوان دي نفسها؟ مثلا انت بتكون عارف انه اللون الاخضر هل ده بتاع الورق؟ هل ده بتاع الخشب؟ هل ده بتاع الحديد؟ هل ده بتاع الزجاج؟ هل القصه دي الوان ثابته ستاندرد ولا كل بلد بتجتهد فيها بمعرفتها؟ السؤال ده لغايه النهايه احنا عايزين نحاول نتوافق ونصل، لانه في كومون ميستيكس وفي اشياء لو ما تم التوافق عليها انت بتجي تمشي. اذا انت مثلا عارف الاخضر هنا بتاع الورق، تمشي المانيا تمشي تلقى الاخضر مثلا بتاع الزجاج، تخط الورق محل الزجاج انت مذنب. مفروض تكون موحده. انا حسي اوريك دي واحده بعدها حسي احفظوهم ديل بتاعت شنو؟ شوفوا البعضهم هل نفس الحاجات؟ بالتالي ستيل دي اشياء بتعمل كونفيوجن للناس. احنا بنطالب الناس انه تعمل ريسايكلينج وتعمل يخطوا كل حاجه في المكان المناسب، لكن في نفس اللحظه لازم نحاول نوحد المفاهيم، واحنا عايزين نطلع من هنا موحدين المفاهيم ونشوف معانا الحمد لله خبراء في المجال وعلماء، معانا وزاره البيئه المصريه بكفاءاتها وبناسها، عايزين في النهايه نطلع بستاندر معين للالوان وللوجوز المفروض تكون موجوده عشان مين حس كل واحد يرجع بلده يبدا يطبق. لو طبقها ان شاء الله في الحي بتاعه بس بعد شويه الناس حتتعلم، لو شارع بقى نظيف باقي الاحياء الثانيه حيجي الاعلام يسلط الضوء على انه ده انظف شارع في 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 في, في الحته اللي انت فيها، وبعد ذاك الموضوع بيمشي بيه وتجي تقول انه والله انا يعني مثلا عملت مثلا الكشافه اليمنيه مسكت شارع حده ظبطته بقدر احسن شارع في اليمن، خلاص كل الناس حتجي تعمل القصه وحتقتدي بالفكره وتبدا منافسه بين الشوارع في نفس اللحظه. لكن نبدا من البيوت، احنا ممكن بدل ما نقول مثلا بالترش الكبيره بتاعت لو نعمل اكياس، الان هم بالريسايكلز بيعملوا اكياس تطلع اكياس بلاك، وفي السوق فجاه في اكياس الوان مختلفه. انا افكر كيف انه حتى لو المرحله الاولى نلقى جهات ندعم الموضوع، حتى ولو نعمل مشروع رؤوس السلام على مستوانا ونختار منطقه معينه ونعمل اكياس بنفس الالوان تتوفر في البيوت، وست البيت يكون عندها تخط تفصل الحاجات دي بالاكياس نبدا من عندنا، ولما نرفعها برا ونكون منسقين. يعني لما نمشي نقابل يوم 14 مقدس ونتكلم معاهم ونشوف لو انه الحاجات دي ممكن لو اتفصلت لكم كده جاهزه، هو حيكون اكثر واحد مبسوط لانه حيوفر له طاقه بتاعت عماله وناس بيفرزوا ويعملوا ويشتغلوا بجديه. دي برضو خدتوها في بالكم وان شاء الله نحاول نطلع منها حاجه تكون ايجابيه للكشافه تسهم بها للمجتمع. دي الشعره الجديده بدل الدب عملوا لنا الشغلانه العايزه يعني عايزه ترجمه من الحاجات دي. دي الشعره تحت البيئه الجديده تحت الكشافه وعندها متطلبات وعندها اشياء، واحنا بنكون عايزين كل الناس انها تحاول تتحصل عليها وانها تتنافس عليها. في متطلبات في مرحله اولى فيها استكشاف وتدبر وبحث واجراءات الناس بتعملها، في مرحله ثانيه فيها انجاز وتنفيذ بعض الانشطه البيئيه تبدا من التخطيط والتنفيذ لمشروع بيئي يستفيد منه المجتمع المحلي. بعد الواحد بياخده يبقى الناس دي كلها متنافسه عشان في النهايه حتاخد ليه باد واحده. احنا بالنسبه لنا جينا برضو فكرنا والمراكز برضو تحت السين عندها برضو متطلبات معينه بتوفر فيها اشياء انها تكون فيها كائنات طبيعيه عشان برضو الكشاف يستفيد ويلقى الاشياء دي يتعامل معاها، يكون فيها برضو بتتيح فرصه للكشافين عشان ما يستزيدوا من الخبره في التواصل المباشر مع الطبيعه، ويكون فيها اماكن استكشاف للطبيعه. ودي انا افتكر انه في دول كثيره جدا من الدول العربيه عندها الامكانات دي واماكن زي دي، دي ما في دوله عربيه، لكن انا اتمنى انه يعني جمعياتنا اتطبقت وعامله
ان تحاول تخلي المراكز السينس بتاعتها انها تبقى مراكز بتاع التميز في البيئه والطبيعه عشان نقدر في النهايه. وهنا في عشرات المحميات ممكن برضو نحاول نساهم لو في محميات موجودة والدولة موافقة انه مثلا الكشافة تتعاون معان فيها الناس زي وادي الريان ولا غيره يكون هو محمية شرم الشيخ تتوفر الاشياء دي كلها والناس تتعاون فيها في النهاية بتبقى حاجة فيها فايدة للبلد لانه تخطط في ريكورد في على مستوى العالم انه المركز ده محتمد. بالاضافة زي الناس حسي بتفتش انها تعتمد اشياء مع اليونسكو وتحافظ عليها. احنا برضو عايزين نحاول نحافظ على المراكز دي ونقطع بها خطوة للأمام بإذن الله سبحانه وتعالى. وبرضو إنها بتكون معتمدة على الأسس والأغراض والأشياء دي، لكن أهم حاجة إنه على الأقل تكون مؤثرة وفي نفس اللحظة ما يخرج منها إن شاء الله تخلق بيئة يعني فعالة جدا كحد أقصى. يعني التأثير والفعالية بالنسبة لنا مهم جدا في العمل الكشفي البيئي وفي الأنشطة بتاعته. بصوته تمام. نجي نمشي نشوف في دليل عالمي لل يعني بيوري بعض الابجديات بتاعت الانشطه البيئيه اللي يفترض انه الكشافين عملوها في مراحل مختلفه، وده مترجم باللغه العربيه موجود. واول دوله طبقت تنفيذه اللي هي دوله الجزائر اشتغلت به. ايضا بالنسبه لكشاف العالم برضو موجود في الشراكات. احنا بالنسبه لنا بنوضح في بعض الشراكات العالميه، واحنا في شراكات الشراكات العالميه دي ليست حصرا ولكن في جزء منا احنا بنتعاون معاه زي البرنامج بتاع البيئه وفي المنظمه بتاعه تنظف العالم دي لما يكون في يعني حتى في مسابقه عالميه لاكثر جمعيه بتنظف اكثر وبتعمل، وفي جمعيات عربيه مجتهده وبيشتغل فيها بانتظام، وفي ناس فولفو وغيره، لكن احنا بنحتز بشركائنا الوطنيين اللي احنا شغالين معاهم ومدعمين معاهم. اهم حاجه في خلاصه نهايه كلامي انه احنا لازم نترك بصمه ونترك اثر، لانه يعني مثلا في الكشافه مرات بيقول لك مثلا لا تترك اثر. في ناس بيفتكروا انه خلاص انت مشيت في مكان تنظفه وتطلعه وتخليه يناب وتمشي معناه ما تترك اثر. لا، لازم تترك المكان افضل مما كان، افضل مما كان، لانه انت لو عملت نو تريس، ودي حتى في منظمات دوليه بدات اخذت الشغل بتاع الكشافه الجانب ده انه ليف نو تريس، وخلاص بدوا يشتغلوا عليه انه لا تترك اثر. لكن لا، احنا عايزين نترك اثر افضل من الذي وجدنا عليه شيء، حتى نترك البيئه افضل والارض افضل واي مكان يكون اجمل. احنا عملنا شنو في الكشافه العربيه؟ قلنا بدل ما نشتغل في حته نفق ضيق انه العالم كله بس مستنين عشان نشارك تحت البيئه اللي دي وبمتطلبات الجامده دي، ليه ما نحاول نعمل توسيع لسله الخيارات؟ توسيع لسله الخيارات، وجبنا شباب ممتازين، وجبنا في واحد شاب فلسطيني طبيب اسنان شاب رائع وفنان ورسم وبتاع هنا، ودي المخرجات اللي احنا حسي شغالين عليها وبننتج في هذه الشارات. يعني على سبيل المثال بدل شاره واحده ممكن يكون عندنا 70 شاره، وانا عايز انتوا في الفتره اللي انتوا قاعدين فيها دي الناس تحاول تدي مقترحات لشارات ممكن تصلح لشارات بيئيه، ونضع متطلبات بتاعت ما شرط انتوا تضعوا متطلبات الان، لانه في لجنه عربيه فرعيه ممكن تشتغل عليها، احنا ممكن نشتغل عليها، في لجنه البرامج برضه تشتغل عليها، في الخبراء الموجودين ممكن ينقح ويضيفوا. في النهايه نطلع بدليل في متطلبات شارات الهوايه المتعلقه بالانشطه البيئيه، وكل انسان لما تحصل عليها يلقى عنده كده بنضمن انه العمل البيئي بقى عمل ممتاز وعمل راغي. مثلا ناخذ مسابقه دي بتاعت شنو؟ الاولى. الشاره دي اللي بتحصل عليها المفروض يكون عمل شنو؟ تربيه الطيور. وهذه السلام. دي الطيور دي السلام، وهنا المياه. صديق الزراعة. طيب نشوف اذا قلنا تحت الطيور دي شامله الطبيعه والبيئه، لكن ويل دن ليه ما يكون في طيور؟ ايوه، ما نعمل ضد صديق الطيور. لانه السلام تحت الماسنجر اوف بيس بيقتل هنا، ممكن طير حمامه عديله تلقى هنا، لان دي ممكن تكون حمامه، ممكن تكون نورس، ممكن تكون اي حاجه، ممكن تكون فالكون، يكون صقر جارح. ترشيد المياه. احسنت. المحافظ على المياه، وممكن قصه ممكن نسميها ترشيد المياه، احنا دي كل حاجات تتو في اللجنه بعدين، الناس المسميات والحاجات دي.
ممكن نحاول نعمل الحاجة اللي بتكون محببة ونغير في الأشكال برضو محافظ على الطاقة. رائع ده أنا عجبتني خالص. دي رواية لما عملها اديته التحية. ودي؟ احنا عايزين نعمل توطين لثقافة البيئة في المحافظة على الطبيعة. مربي النحل هادي شنو؟ تمام. دي معمولة بطريقتين، معمولة بالعربي وبالانجليزي. هنا مربي الأسماك. تمام اوكي. يبقى احنا عشان نخلي الاشياء دي نرجع لك عشان تفضل. عشان تبقى الاشياء دي قويه احنا عايزين نعمل عشرات الشارات زي دي عشان نحاول بعد كده نعمل بتاعت الريسايكلينج، نحاول نكشفها ونعملها. ودي ابتكر الاشياء بتاعتها موجوده هناك بالصفر بتاع الموجود ده، بتطلع حاجه كويسه. جينا عملنا، لقينا احنا في الكشافه عشان تكون البيئه لازم تكون جزء اساسي من محاور انشطتنا وبرامجنا ومناهجنا. بقى انه احنا عندنا جوانب وعندنا مجالات في العمل الكشفي. في المراحل بتاعت الكشافه من الاشبال والفتيان والمتقدم والجوال كلها البيئه داخله جزء اساسي، يا اما بصوره مباشره على حسب المرحله السنيه، او داخله في انه مثلا هنا بالنسبه للشبل اللي انا صغير داخله في اكتشافه وحوله. لكن لما يبقى فتى بنقول له مباشره في بيئه، لكن بتخش برضه مع البيئه داخله في صحه الانسان وداخله في المجتمع وداخله في الوطن وداخله في العالم، لانه في النهايه دي كلها اشياء مرتبطه ببعضها البعض. الى ان نجي في مرحله الجواله، بعد كده بيدخل في الخدمه العامه وفي تنميه المجتمع وفي الاشياء اللي بتخليه انه يعمل مشاريع، ولما يعمل تقاليد كشفيه وفنون وبتاع دي كلها بتخلينا انه نشتغل عمل بتاع بيئه بصوره ممتازه. ودي كلها موجوده في بالتفصيل. يعني كل نشاط بينفذه الانسان بيكون فيه اشياء بيمارسها كفرد وفي اشياء بيمارسها كمجموعه، وكل حاجه فيها جانب معرفي وفيها جانب مهاري وفيها جانب وجداني. بالتالي دي كلها بتخلي الانسان النشاط اللي بينفذه بيبقى محور قاطع في عمله، بيبقى قناعه الواحد بيحاول يمارسها اوتوماتيكلي بعد كده. ما بيكون يستنى يقول لي لازم تطبق فجاه تكون انت صاحي من النوم ولا بتاع، لا براو اول ما يصحى طوال يطبق عمل ظبط حاجاته مشى، بتكون حاجه ممتازه جدا جدا. بعد كده ثاني اتعملت ادله، عملت مناهج. طبعا دي الجبال ككون موزج، بيكون في دليل للقائد بتاع الفرقه، في دليل موجود للشبل نفسه، بيكون في يعني بطاقات بتاع التقدم، دي خلفيات بطاقه التقدم بمحتوى كبير. هنا فيها اشياء اجباريه وفيها اشياء اختياريه وفي، ودي بنلقى الحاجات المتعلقه بالبيئه والمحافظه بتاعتها دي من فيها جزء من الحاجات الاجباري انه الانسان لازم يكون عملها عشان تبقى حاجه محور قاطع في حياته العمليه ويقدر يمشي عليه بصوره تمام. وده احنا عايزينه انها تبقى فعلا ثقافه الناس تتمسك بها. ما في حيله بتاعتين يقولوا ما في امكانيات وما في هناي، الحمد لله الخير موجود وفي الشركاء بتاعنا نجح كثير ومنهم برنامج رسل السلام. بالتالي اول دوله عربيه عملت مشروع متعلق بالبيئه واستفادت من دعم رسل السلام في الوطن العربي كانت تونس. بالتالي احنا برضو عايزين نحاول نستفيد من التجارب بتاعت الدول وبتاع والانشطه اللي اتعملت زي دي ونحاول نبني عليها. وفي النهايه احنا وانتم كلنا مع بعض عايزين نحاول نسير في مسيره طويله جدا مبنيه على المسؤوليه الاجتماعيه وعلى التنميه المستدامه، لانه دي كلها مسؤوليه تضامنيه. وجزاكم الله كل خير. شكرا جزيلا. شكرا.